تلاميذ سنة ثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الأول في مادة التربية المدنية، النموذج الأول. سنقوم بحله معا. التمرين الأول، أجب بصحيح أو خطأ. لدينا عبارات، إذا كانت صحيحة أكتب صحيح، إذا كانت خاطئة أكتب خطأ. أولا، من آداب الأكل أقول السلام عليكم. أحسنتم، خطأ. من آداب الأكل مثلا أقول بسم الله قبل الأكل، الحمد لله بعد الأكل، أغسل يدي قبل وبعد الأكل، كلها من آداب الأكل، لكن السلام عليكم ليست من آداب الأكل. ثانيا، للحفاظ على سلامة الجسم من الأمراض يجب أن نغذيه تغذية متوازنة. هنا لكي نحافظ على الجسم من الأمراض، ماذا يجب أن نفعل؟ يجب أن نغذيه، أن نتناول تغذية متوازنة. أحسنتم، صحيح. ثالثا، الأكلات السريعة والمشروبات الغازية طعام صحي. هنا مفيد للجسم، أكلات سريعة ليست طعام صحي، مشروبات غازية كذلك ليست طعام صحي، إذا طعام صحي خطأ، ليس طعام صحي. رابعا، الإكثار من السكريات يسبب تسوس الأسنان. إذا لما نكثر من تناول السكريات ماذا يحصل؟ تتسوس الأسنان. إذا أحسنتم، إجابة صحيحة. إذا السلام عليكم ليست من آداب الأكل، من آداب الأكل خطأ. للحفاظ على سلامة الجسم من الأمراض يجب أن نغذيه تغذية متوازنة، صحيح. الأكلات السريعة والمشروبات الغازية ليست غذاء صحيا، طعاما صحيا خطأ. الإكثار من السكريات يسبب تسوس الأسنان. نلتقي إلى التمرين الثاني. اربط بين السبب ونتيجته فيما يخص إهمال قواعد الصحة. إذا السبب هو الأسباب والنتائج. إذا لم نحترم قواعد الصحة، مثلا الإفراط في الأكل، عدم غسل اليدين، الأغذية المكشوفة في الشارع، الأكل بسرعة، عدم تنظيف الأسنان، كلها تدل على عدم احترام قواعد. ماذا ينتج عنه؟ هي أطعمة ملوثة يسبب التخمة، انتقال الجراثيم في الفم يؤدي إلى التسوس، يتعب المعدة. إذا نربط بين كل سبب أو تصرف خاطئ مع النتيجة التي نحصل عليها. مثلا الإفراط في الأكل، إذا تناولنا الأكل بكثرة ما هي نتيجته؟ الإفراط في الأكل، أحسنتم، يسبب التخمة. ثانيا، عدم غسل اليدين، إذا لم نغسل يدينا قبل أو بعد الفطور ماذا ينتج عنه؟ جيد، انتقال الجراثيم إلى الفم. نواصل، الأغذية المكشوفة في الشارع كيف هي؟ جيد، هي أطعمة ملوثة لا يجب تناولها. الأكل بسرعة نتيجته أو يؤدي إلى، أحسنتم، يتعب المعدة. وعدم تنظيف الأسنان، جيد، يؤدي إلى تسوسها، يؤدي إلى التسوس. إذا نراجع، الإفراط في الأكل يسبب التخمة، عدم غسل اليدين، انتقال الجراثيم إلى الفم، الأغذية المكشوفة في الشارع هي أطعمة ملوثة، الأكل بسرعة يتعب المعدة، وعدم تنظيف الأسنان يؤدي إلى تسوسها أو إلى التسوس. إلى التمرين الثالث، أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة. لدينا كلمات، المبذرين، إسرافي، المكاني، المائي، والجسم.
النظافة هي تنقية، أحسنتم، الجسم. النظافة تنقية الجسم. وكذلك واللباس هو الذي نعيش فيه، أحسنتم، والمكان الذي نعيش فيه. النظافة هي تنقية الجسم واللباس والمكان الذي نعيش فيه، وذلك باستعمال، ماذا نستعمل من أجل النظافة؟ أحسنتم، نستعمل الماء، باستعمال الماء، لكن دون، جيد، دون إسراف، دون تبذير، لأن الله لا يحب المبذرين. نراجع الفقرة. النظافة هي تنقية الجسم واللباس والمكان الذي نعيش فيه، وذلك باستعمال الماء لكن دون إسراف، لأن الله لا يحب المبذرين. الثامنة الرابعة. صنف الأغذية التالية إلى أغذية صحية وأغذية غير صحية. إذن لدينا أغذية: رقائق البطاطا، حبات حلوى، تفاحة، مشروبات غازية، جبن، بيض، كلها أغذية. إذا كانت أغذية صحية نكتبها في هذه الخانة، إذا كانت غير صحية نكتبها في الخانة الموالية. رقائق البطاطا، شيبس، أحسنتم، أغذية غير صحية. يجب عدم الإكثار منها أو تجنبها، رقائق البطاطا. حبات الحلوى، كذلك الحلوى، أغذية، أحسنتم، غير صحية. واصل. تفاحة من الفواكه، جيد، أغذية صحية مفيدة، تفاحة. لدينا كذلك مشروبات غازية، أحسنتم، يا أغذية غير صحية، كذلك يجب تجنبها. نواصل. جبن بمشتقات الحليب، أحسنتم، أغذية صحية. كذلك لدينا بيضة، جيد، هي أغذية صحية. إذن الأغذية الصحية هي التفاحة، الفواكه، الجبن والبيض، بينما الأغذية الغير صحية هي رقائق البطاطا، حبات الحلوى، مشروبات غازية. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.